هذا التكريم في مهرجان جميل وعريق مثل مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. يعني لديه هذه الخصوصية وهذه الفكرة الجديدة بالمغرب، وهي فكرة استعادة. يعني مع التكريم هناك استعادة لكل أفلام سينمائية ما بدأوها معي هذا العام، وكنتمنى أنهم يعملوها مع سينمائيين أخرين، أنه في لحظة ما هناك جميع الأفلام التي أنجزت يتم مشاهدتها من جديد، ويتم كذلك التساؤل حول هذه السنوات من الشغل، وأين ممكن أن تتموقع، وأين ممكن أن أتموقع من هذه الأفلام التي أنا أنجزتها، وهي إمكانية كذلك للتساؤل، وأتمنى التجديد والتطور.